صحيح، اي صحيح. ويمكن بعد ما حد يكبر على الايديه، كل سنه احنا نحرص على هالموضوع، ترى احنا ما كبرنا على الايديه، ما ليش واحد لما ينزل له راتب خلاص توقف عنا الايديه او يشتغل انه ما يحصل على ما حلوه الايديه، حد يكبر على الفلوس يعني. ما صارت معاك انطلبت منك بالعيد احد قال لك غن لي؟ يعني هذه عيد، هذه العيديه، هذه ابي عيديتي تغني لي. لا عيديتي تغني لي بس عطني كاش وغن لي. يعني يا بكاش وتغني لي، صارت معك؟ وانا وين ما اروح بين ربعي بين اهلي بين كل قاعده بينا كذي نحاول نغني وندندن ونستانس. هذا شغف يعني، مو هي مو بس مهنه، هو شغف. ايه اكيد. وانتم يعني فنانين دائما يحرصون الناس بعيادهم بعراسهم بمناسباتهم ان اكيد يعني تكونون معاهم تشاركونهم هذه الفرحه. وراح نسولف ان شاء الله بعد شوي على اجواء العيد لكم كفنانين، لكن ودنا نسمع منكم لان ما شاء الله اليوم عارفين انكم محضرين يعني اغاني وايد. والله حاضرين ان شاء الله خلال هالساعتين راح نستمتع. للحين ما فتح الصوت، الحين شوي يفتحوا الامور. نبي تعايدونا بعد. يلا حاضر طبعا. طماعين اليوم احنا. احنا كل عيديه 100 والكاش بعد نتفاهم بعد الحلقه. يا حبيبي شنو بنسمع؟